إذن للحديث أكثر حول هذا الملف الذي يعود إلى الواجهة مجددا ينضم إلينا الحقوقي العراقي السيد علي الشريفي. حياك الله، مرحبا بك سيد علي، سعيدين بانضمامك معنا في النشرة الرئيسة. قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الملف الكبير، أسألك تحديدا من الناحية القانونية، ما هي التبعات القانونية المترتبة على أبو رغيف ومن عمل معه في تلك الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على استضافتكم وتحية كريمة لك ولكل متابعي قناة دجلة. بعيدا عن لغة الشخصنة وإحياء للغة المؤسسات، للأسف الشديد نلاحظ أن معالجة هذه الملفات خاضعة للمزاج السياسي وليس للإرادة القضائية أو الإرادة التي يجب أن تتمتع بها الدولة في كشف الملفات التي يثار حولها الشكوك، ومنها لجنة أبو رغيف. الجميع وجميع العراقيين استبشروا خيرا منذ أن تأسست مكاتب النزاهة في عام 2011 أنها ستكون معالجة حقيقية لحالات الفساد، ولكن ظهر منها عدة حالات سلبية، وكذلك بعدها جاءت لجنة جمال الأسدي ثم لجنة أبو رغيف، وتفاءلنا خيرا بأنها تعتبر تقليل للروتين في محاربة الفساد، إلا أن ما ظهر من بيانات ما بعد حلها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنها بنيت على مبنى باطل، وما بني على باطل المفروض يكون باطل، حتى وإن كانت استهدفت بعض ملفات الفساد التي استبشرت الشعب منها خيرا، إلا أن التجاوزات التي سجلها المعنيين بحقوق الإنسان، التي سجلتها بعض الدوائر الرقابية على هذه اللجنة، هي تجاوزات يندى لها الجبين من مساومات ومن تجاوزات جسدية، وظهرت بالدليل القاطع. وقبل قليل في تقريركم ذكرتم بأن مستوى الشكوى وصل إلى 3000 شكوى مقدمة على هذه اللجنة. أين معالجات الحكومة؟ أين الإجراءات الحكومية في كشف ملفات هذه اللجنة لبيان مظلومية من تعرض للظلم، وعرض باقي الملفات على مجلس القضاء الأعلى ليأخذ مسار قانوني بالتأكيد الأحكام الصادرة من عدم تأكيدها أو نقضها؟ نعم، حاليا ما زالت القضية هي عرضة للمزاج السياسي والمساومات، كل ما تعرض له العراقيون في حقبة الكاظمي من فساد، من تعذيب، من إجراءات تعسفية، للأسف وضعت في سلة بمقابل سلة الإرضاءات التي مارستها هذه الحكومة مع حكومة الكاظمي. نعم سيد علي، دعني أرحب بك من جديد. يعني لماذا لغاية الآن لم تتم محاسبة أبو رغيف وهو مثل الحكومة في فترة من الفترات وتستر بها لتنفيذ جرائم بحق سياسيين ورجال أعمال؟ ذكرت قبل قليل أن الجنبة السياسية هي الجنبة المؤثرة على هذا الملف، وبالتالي الحل والحد الفاصل بين المزاجات السياسية هو أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى دوره في حل النزاع في هذا الملف الشائك، وأن يشكل لجنة لإعادة النظر بكل أعمال لجنة أبو رغيف وبيان الحقائق وإعلانها أمام الناس. وعلينا أن لا ننسى أن هناك لجنة شكلت بنفس آلية تشكيل لجنة أبو رغيف، هي لجنة أبو علي البصري، التي ما زالت تمارس الأعمال من دون اطلاعنا على ما هي تلك الأعمال. يجب أن نضع حداً للتصرفات الشخصية سواء كانت متبعة من قبل أبو رغيف أو من يتبعه من الشخصيات التي توكل لها هذه المهام. ما وصل إلينا من معلومات أن للجنة أبو رغيف عدة تجاوزات معززة بالأدلة. أين إجراءات مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد؟ أعتقد هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإيجاد المخرج المناسب وإرضاء الشعب بما سيجده من مخالفات لتلك اللجنة، وما سيجده من عقاب حقيقي لأعضاء تلك اللجنة في حال التحقق من تلك التجاوزات الجسدية وتجاوزات المساومات المالية. الغريب في هذا الأمر سيد علي، جاء نتحدث صار لنا دقائق عن لجنة معنية بمكافحة الفساد أو أعلى سلطة لمكافحة الفساد آنذاك في العراق، وهي بذات الوقت مارست فسادا بهذا الحجم، بالإضافة إلى الابتزاز مثلا، المساومات، التعذيب، وا 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 وا. كيف تقرأ هذه المفارقة حضرتك؟ أكيد، لأن هي اللجنة شكلت تشكيلا مشوها، والتعيينات اللي صارت بها أو التنسيبات اللي صارت بها هي من دوائر دولة عادية، أكانت أمنية أو رقابية، وكانت هذه الشخوص أصلا هي متهمة بملفات فساد
في عملها السابق قبل أن تتشكل اللجنة، وهذا الأمر ليس بجديد على الوضع العراقي. ألا تذكرون ما يسمى بمكتب المفتش العام الذي مارس دورا رقابيا في أغلب وزارات الدولة العراقية، وفجأة تم حل هذه المكاتب لاتهامها بشبهات فساد. لم تخرج لجنة أبو رغيف وما سبقها من اللجان الرقابية عن شبهة الفساد. طبيب يداوي الناس وهو عليله. نعم، يعني سيد علي، نواب حذروا من أن بعض ملفات فساد لجنة أبو رغيف صدرت بحقها أوامر قبض، والبعض الآخر تم تسييسها قانونيا وتسويفها إعلاميا. حتى اللي صدر بها أوامر قبض تم تسكينها. يا ريت يتعاملون مع هذه الأوامر كما تعاملوا مع أوامر قبض التي صدرت بحق المحتوى الهابط. أين معالجات الدولة في هذا المحتوى الفاسد، هذا المحتوى الدموي الذي عاثب الأرض فسادا؟ وأنا لا أعني فقط بأعمال هذه اللجنة، بل بجميع الأعمال التي مست بحقوق الإنسان والتي مست بحقوق الفرد العراقي على كل مستويات دوائر الدولة. للأسف صدرت أوامر قبض، صدرت أوامر منع بالسفر، ولكنها جيرت بالكامل في خانة المساومة السياسية ووضعت على طاولة المساومات الإقليمية والدولية. نحن نعلم أن السيد الكاظمي كان يمثل أسوأ فترة حكم مرت على العراق، ولكن جميع ملفاته التي توعد بها قادة الإطار الذين يتسلمون الحكم الآن، لا، بأن الكاظمي سوف يزج في السجن وشخوص الكاظمي الفاسدة، أين هذه الوعود؟ إذن هذه الوعود فقط على الطبقة الفقيرة من الشعب والحيتان غير مشمولين بالمحاسبة. نعم، الحقوقي العراقي السيد علي الشريفي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.